neuroendocrine system, thyroid gland. The thyroid gland is responsible for the maintenance of the normal metabolism in the tissues, and this is it is responsible for the optimal normal function. مثل ما نعرف الغدة الدرقية هي غدة تقوم بإفراز هرمونات الغدة الدرقية اللي هي التراي أيودوثايرونين المعروف بالتي 3 والثايروكسين اللي هو التي 4 أو التترا أيودوثايرونين. هذه الهرمونات هي وظيفتها تنظم الميتابوليزم بالجسم وتساعد على المينتنس of the normal basal metabolic rate. فمعدل التمثيل الغذائي بالجسم يعتمد على وجود هذه الهرمونات. في حالة قلتها يقل التمثيل الغذائي، في حالة زيادتها يصير التمثيل الغذائي أعلى من المستوى المطلوب، ولهذا لازم تكون مستوى هذه الهرمونات بالنورمال فاليو أو النورمال ليفل حتى نحصل على الأوبتيمال نورمال فانكشن ونحصل على النورمال ميتابوليزم. بالنسبة للثايرويد جلاند، الثايرويد جلاند it is made up of follicles اللي هي بيها حويصلات, and these follicles are lined by follicular cells, single layer of follicular cells. هي عبارة عن حويصلات, هذه الحويصلات تحتوي على طبقة واحدة من الخلايا الطلائية اللي نسميها بال follicular cells. The lumen of the lumen of the follicles it is filled with a tyrosine rich protein اللي نسميه بالثايروغلوبولين. فبداخل اليومن مال الفوليكل احنا عندنا فد بروتين نسميه بالثايروغلوبولين, هو هذا يكون تايروزين ريتش بروتين, يكون هو اللي يسموه بالثايرويد كولويد. فبالنسبه للريجوليشن اوف ذا الوظيفه تاع ذي الثايرويد جلاند هي افراز التي 3 والتي 4, التي 3 اللي هو التراي ايودوثايرونين والتي 4 اللي هو الثايروكسين. بالنسبه للكنترول مال الثايرويد جلاند, the function of the thyroid gland is controlled by the hypothalamus and by the anterior part of the pituitary gland. فاول هرمون ياثر عليها هو الهايبوثالاميك ثايرويد ريليزنج هرمون اللي هو تي ار اتش. هذا التي ار اتش يسموه بالثايرويد ريليزنج هرمون, ات از برودوس باي ذا هايبوثالاماس, ويطلع عن طريق الهايبوفيزيال بورتال سيستم عن طريق البلود, ويؤثر لي على الانتيريور بارت اوف ذا هايبوثالاماس. تاثيره على الانتيريور بارت اوف ذا هايبوثالاماس, ات ويل ستيميوليت ذا هايبوثالاماس تو ريليز تي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيميوليتنج هرمون, او يسموه بالثايروتروب. فهسه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون ممكن ايضا نسميه بالثايروتروب. هذا الثايروتروب او الثايرويد ستيميوليتنج هرمون از ريليزد ان ريسبونس تو the thyroid releasing hormone. The thyroid releasing hormone يطلع عن طريق الهايبوثالاموس. وظيفة TSH انه يأثر لي على الثايرويد جلاند, فيحفز لي الثايرويد جلاند انه تكون كمية اكبر من الثايروكسين. ايضا هذا الثايرويد جلاند تبدي تحفز التي 3 والتي 4. التي 3 والتي 4 يصير بها بايندينج الى بروتين, سيركوليتنج بروتين. فهذا البايندينج بها افيد بايندينج تو ذا سيركوليتنج بروتين بحيث تتحد بشكل قوي ويا السيركوليتنج بروتين, اند ذس ويل بروتكت ذا ثايرويد هرمون فروم ذا ديجريديشن, بحيث انه هذا السترونج بايندينج الاهميه مالته انه يحافظ على الثايرويد هرمون من عمليه الديجريديشن. فدائما احنا بالبلود النسبه الاكبر من الثايروكسين هي تكون متصله بالبلازما بروتين او بالسيركوليتنج بروتين, ونسبه قليله هي تكون الفري ثايروكسين. هذا الفري ثايروكسين هو اللي ينطينا الفيزيولوجيكال فانكشن هاي الكميه القليله, بالاضافه الى هذا هو اللي يكون مسؤول عن النيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك انه وجود الثايروكسين بكميه عاليه, فهذا يقلل من الفانكشن مال الانتيريور بيتويتري جلاند, وبالتالي يقل عندنا نسبه التي اس اتش, وايضا يقلل من قابليه الهايبوثالاموس على تكوين الثايروتروب.
نلاحظ ايضا انه الثايرويد جلاند not only under the control of TRH، مو فقط TRH هو اللي يتحكم بالثايرويد جلاند، ايضا هناك هرمون اسمه السوماتوستاتين، والسوماتوستاتين هو عبارة عن هرمون يفرز من عدة مكانات في الجسم، ومن ضمن المكانات اللي ينفرز منها هي الهايبوثالاموس. وظيفة السوماتوستاتين هو من اسم السوماتوستاتين هو يقلل الجروث هرمون، وايضا شافوا انه يقلل من TSH، فبشكل دايركت ممكن انه هو وظيفته انه يقلل من عمليه الجروث او يحد من عمليه الجروث، فهو بشكل رئيسي انه ياثر لي على الانتيريور بيتويتري جلاند ويقلل لي الجروث هرمون، وبالاضافه الى هذا السوماتوستاتين يقلل قابليه الانتيريور بارت اوف ذا بيتويتري جلاند لتكوين التي اس اتش. ثانك يو فيري ماتش.